كرة بتصل باتجاه سلمان الفرد، سلمان لعبها في مكان سليم، مختار مرت، مختار الكرة في السقوط، ركلة جزاء يحتسبها الاسباني كارلوس تيسيرو. ماذا فعل المثلوثي؟ المثلوثي المشاهد والمتابع بعد صبر 70 دقيقة يتقدم سلمان. الله، الصبر مفتاح الفرج، والفرج مفتاح الهلال، مفتاح العودة، مفتاح التعادل. من هلامة الجزاء يسجل الهلال العودة في لقاء أمام الباطل. لم يتأخر كثيرا في التعديل، خروج كان خاطئ في لقطة نادرة كانت لحارس المرمى المثلوثي بالتأكيد في هذا اللقاء، لم يخطئ كثيرا في اللقطات السابقة، لكن اللقطة التي كلفته ركلة جزاء يعدل من خلالها فريق الهلال، ويتنفس جمهور السعداء